تغني. تفضلي. ما القصة؟ تعالوا هنا. روزي، دقيقة واحدة يا رومبا. يا بلبلة، تعالوا هنا. رومبا، ماذا تفعل؟ هل رأيت مزماري؟ لقد اختفى. أين اختفى؟ هذا ما أسأل عنه يا روزي. رومبا، أنت بخير؟ أظن هذا. رومبا. أرنب أضاع مزمارة، ما المضحك في هذا؟ أنا آسفة. اضحكي وحدك يا روزي. ولكن يا رومبا. وش، جرس ينطلق بسرعة الصاروخ ويطير لأعلى. العب وتعلم معي. تنسي. كفى، توقف عن الصراخ. لماذا؟ الغناء والتأرجح بقوة مخالفان للقوانين. ماذا؟ أية قوانين؟ قوانيني. حسناً، أهذا أفضل؟ جيد. لماذا يحدث هذا لي دائماً؟ أهلاً بك يا رومبا. أهلاً لين. أين روزي؟ لا أعرف. اسمع، ما رأيك لو نعزف معاً مزماري ومزمارك؟ هيا، هل هو معك؟ لا، أنا أضعته. يمكنك العزف على مزماري. شكراً. أتشعر بالتحسن الآن؟ لا، أنا لم أكن لطيفاً مع روزي، والآن أشعر بحزن كبير. صرخت في وجهها. وماذا ستفعل الآن؟ أنا لا أعرف. أنا حين أواجه مشكلة أتحدث إلى فكري. أهلا كرز. هل أنت تشعر بالنعاس يا كرز؟ بلبلة منعتني من التأرجح، مزاجها سيء جدا. وإلى أين ذهبت؟ إلى هناك. لا تقتربي منها يا روزي، مزاجها حقا سيء. بل سأتبعها لأفهم القصة. تعال معي. أهلا بكما، ما الأمر؟ ها يا رومبا، لما روزي ليست معك؟ لا، لهذا أتينا. رومبا يواجه مشكلة صغيرة. فكري، أرجوك توقف عن تحريك أغصانك، لأنه كريك كراك كريك طوال ساعات النهار. ماذا؟ آسف، أنا. اثبت من فضلك. لن يكون عملا صعبا، فأنت شجرة أم ماذا؟ أنا شجرة. جيد. لما تتصرف هكذا؟ هذا مؤسف. بخصوص رومبا، تشاجر قليلا مع روزي. لا، بل كثيرا في الحقيقة. إنه متضايق ويريد حلا، فكيف في رأيك؟ أعتقد عليك أن تعتذر. لكن ماذا لو رفضت يا فكري؟ قدم لها هدية مميزة، باقة طرية من أوراق العالية مثلا، أو تعزف لها لحنا بمزماري. ما رأيك؟ واو، فكرة رائعة. هيا يا لين. شكرا لك يا فكري. توقف. لا، لما تحدث كل هذه الضجة وأنت تمشي؟ ماذا لو كنت تركض؟ ها؟ أنا لا أعرف. ألا تستطيع المشي بهدوء؟ لا تمشي كدب رجال. كيف؟ أخفض صوتك. آسف.
تسمع صوت بلبلة. مرحبا يا روزي، رائع أني وجدتك هنا. أهلا يا لين، هل رأيت بلبلة؟ لا لم أرها اليوم، لكن نعم تذكرت. يريد رومبا تقديم شيء مميز لك. أهلا يا رومبا. أهلا روزي. أريدك أن تسمعي هذا. العزف ممنوع، المزامير ممنوعة. ألقي هذا أرضا في الحال. ولكن بلبلة، عودي بلبلة. بلبلة أنستني اللحن. أي لحن يا رومبا؟ كنت سأعزف لك لحنا لأعتذر لك عما فعلت. لقد قبلت اعتذارك. حقا؟ طبعا، نحن صديقان وسنبقى صديقين. الآن علينا اللحاق ببلبلة لنعرف المشكلة. صوتها قادم من البيت. كفى، قلت كفى. هدوء. أخيرا، شكرا. لما تمنعين الجميع من إصدار أي صوت؟ الضجة في كل مكان، البلوطات تنط وتقفز، تنط وتقفز، وكرز يتأرجح، فكري يطقطق طقطق، وبينون دمدتم، ورمبا يعزف. كان سيعزف على مزماره. مزمار رمبا؟ نعم. ولكن كيف أخذتيه؟ ولماذا تأمرين وتصرخين في الجميع؟ لأنني اليوم سأغني لا 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 موالي الجديد، لذا أحتاج إلى هدوء تام، فهمتم؟ سيكون لك ما أردت، لكن من دون صراخ. عليك أولا إعادة المزمار إلى صاحبه. آسفة لأخذه من دون إذن. لا عليك يا بلبلة. جيد، سنلتقي عند التلة بعد 10 دقائق، لا تتأخروا. اسمعوني جميعا، سنبقى صامتين دقيقة واحدة. هيا نتمرن. صعب ألا تتحرك أغصاني. لما علينا الصمت أصلا؟ لأجل هذه المفاجأة. ها هي. شكرا، والآن سأتحفكم بموالي البلبلي. يا إلى متى ستستمر هكذا؟ الرحمة، هل معك سماعة على مقاسي؟ والآن أنا ورومبا سنقدم هذا اللحن إلى صديقتنا روزي. لا، هيا نغني كلنا. روزي، لن أتشاجر معك مرة أخرى. جيد، وأنا لن أسخر منك. أريد مكانا هادئا. إنه بعيد، أركض أسرع لتجده. لكن بينون لا يركض، إنه يمشي. بل يركض، إنه زري بطيء. إنه يمشي بسرعة. زري بطيء، يمشي بسرعة. روزي. حرب الأرنب الآلي. ها
هذا ليس صحيحاً يا رومبا. ضع هذا الجزء هنا وهذا الجزء هناك. سأساعدك يا رومبا. لماذا تريد صنع رجل آلي؟ الآليون رائعون يا روزي، إنهم يفعلون كل ما تريدين. يستطيعون أن يعدوا طعامي المفضل وأن يرتبوا ألعابي أيضاً. وهل يرتبون الأعشاش أيضاً؟ يستطيعون فعل أي شيء. يوهو، هل أنتم هنا؟ مرحباً جميعاً، أتودون الخروج لنلعب؟ آسف يا لين، نحن نصنع رجلاً آلياً. رجل آلي؟ نوعاً ما. لو كان عندي رجل آلي حقيقي أو ربما أفضل. أود أن أصنع أرنباً آلياً. هذا سهل جداً. لا عليك يا رومبا، أنا سأصنع لك أفضل أرنب آلي. سأساعدك، أنا ماهرة للغاية. هيا يا كرز لنبدأ العمل. ترى كيف يتحرك الآليون؟ هكذا. انظر يا بينون، لنستعمل جهاز التحكم القديم للتحرك. ولعبتي القديمة نجعلها وجه الآلي. يبدو الأمر مسلياً. ماذا تفعلين؟ أحاول تجميله. لا خطأ، أنت تتلفينه. ستلتصق عليه هذه الأشياء ولن يعمل. بل سيعمل. ما رأيك يا بينون؟ لا أعرف فعلا. كل منكما عنده أفكار جيدة. أنا متشوق لرؤية أرنبي الآلي يا روزي. كفى، أنت تفسدينه. اسمع، أنا أحاول تحسينه. إنه أرنبي الآلي. أسرع يا رومبا، هيا لنرى ما يجري. اتركي. كفى، ماذا تفعلين؟ روزي، رومبا، سعيد أنكما هنا. نريد أن تقول من أفكاره هي الأفضل. نعم، لأن بينون متردد. أعجبني هذا الجزء، وهذا يبدو رائعاً أيضاً. سيكون هذا أفضل أرنب آلي. ولكن أفكار من هي الأفضل؟ كل الأفكار. أنا أتشوق لأن أراه جاهزاً. ولكن لين تفسده. كرز يجعله يبدو بشعاً. غير صحيح، سأريكم من هو الأفضل. سأصنع أرنباً آلياً خاصاً بي. وأنا أيضاً. بينون، تعال وساعدني. تعال وساعدني يا بينون. يا ويلي، لن يكون هذا مسلياً. لا عليك، أنا أعرف ما يجب عمله. ممتاز، حسناً يا بلبلة، يمكنك أن تنظري. ما رأيك؟ إنه بشع جداً. هل يمكن أن تجعله أجمل؟ أعرف ماذا ينقصك، سأعود حالاً. بينون. مرحباً يا كرز، كيف تجري الأمور؟ قالت بلبلة إن علي أن أجعله أجمل، وأنا لا أعرف كيف. هل تساعدني؟ أنا لا أستطيع. لماذا؟ لو ساعدتك لن أكون منصفاً تجاه لين. لا أستطيع أن أساعد أياً منكما. آسف يا كرز. انظر إلى هذه الريشات. الآن سيصبح أرنبك الآلي جميلاً مثلي. شكراً يا بلبلة. هل ستعجب رومبا؟ طبعاً، هناك أشياء كثيرة تعجبك. أرجوحته، الطعام، وطبعاً روزي. لو أضفتها لأرنبك الآلي فسيكون هو الأفضل بالتأكيد. كما ترين يا بلبلة، ربما لم تكن أفكار لين سخيفة. ليس المفروض أن يفعل هذا. كرز أبرع في جعل الأشياء تتحرك. هل تستطيع المساعدة يا بينون؟ آسف يا لين. ما الأمر؟ ما هي المشكلة؟
الأرنبي الآلي يقع باستمرار. أها! يشبه هذا بناء الأعشاش. حقا؟ نعم، ليس هناك أسوأ من عش مهتز. ما يجب عمله هو اختيار أفضل أغصان ليتماسك الجزء الخارجي. شكرا يا بلبلة، ربما إن بدلت هذه الأجزاء أيضا هكذا. ربما أفكار كارز لم تكن سيئة تماما. أوه روزي، سيكون لكل منا أرنب آلي ليلعب به. طبعا، ما كان نجح أي منها لولا مساعدتي. صحيح يا بلبلة. أوه كم هذا أمر مشوق. الجميع جاهزون؟ 3، 2، 1. الآن. أنتم لم تروا شيئا بعد، انظروا الآن. ما كان يجب أن يحدث هذا؟ طبعا أنا لم أساعد في هذا الجزء. رائع، أعجبني. انتظروا جميعا لتروا أرنبي الآلي، انظروا إلى الأمام. هيا انطلق. لا، تذهب في الطريق الخطأ. توقف. سأساعدك. هيا يا أرنبي، أنقذ الوضع. يدغدغني. ربما كان يجب أن أساعد كرزولين. كسر أرنبي الآلي. وأنا أيضا، لم تعد لنا أرانب آلية. أوه لا، إنها أفضل أرانب آلية كنت أحصل عليها. أنا آسفة. وأنا أيضا، كان يجب أن نتفاهم معا ونصنع أرنبا آليا معا. آسفة يا كارز. آسف يا لين. أوه هونا عليكما. هاي، هل تذكران حركاتي كرجل آلي؟ لقد أوحيت لي بفكرة يا بينون. سأصنع رجلا آليا يفعل ما يطلب منه ولا ينكسر. لا تتلصصوا، هذه مهمة سرية جداً، عملية الأرنب الآلي الخارق. حسناً جميعاً، انظروا الآن إلى الأرنب الآلي الخارق. دورك يا روزي. تادا! إلى الأمام. والآن دوراً. على رجل واحدة. واو، هذا أفضل أرنب آلي على الإطلاق. اسمي لين الآلية، تشرفت بمعرفتك. يسار، يمين، خذي البسكويت، أحضريه إلي أرجوك. أنا أحب روزي الآلية كثيرا، لكن أنا أفضل صديقتي روزي بدلا منها. حتى لو أنها لا تفعل ما أطلبه دائما. روزي الآلية لا تحب الأرانب الأشقياء أبدا. يا روزي أرجوكي. دروس صغيرة.
شكراً، أنا أتمرن على الكتابة قبل أن أدخل المدرسة. ماذا ستفعلين في المدرسة؟ أوه، نتلقى دروساً ونتعلم كل الأشياء، القراءة، الكتابة، وهناك وقت اللعب. ووو، خذيني معك يا لين. لن أذهب الآن، سننتظر حتى نكبر. لين ورومبا يريدان الذهاب إلى المدرسة، لكنهما صغيران. دعونا نقم مدرسة لنا في الحديقة. مدرسة! أجل، يمكنك أن تأتي يا كمون. أنا خلقت للتدريس. هيا بنا، ماذا ننتظر؟ حافلة المدرسة. مدرسة؟ اليوم؟ رائع! أراكم هناك. درس اليوم عن العالم من حولنا. هذه أرزة، شجرة أتت من بلاد بعيدة ورأت عجائب في العالم. والآن الجسر والجدول يتدفق إلى أسفل. لا يمكن أن يتدفق إلى أعلى، هذا مستحيل، لكن الطرق تتجه إلى أعلى. أتفهمين شيئا؟ وقوامتي أيضا. كلا، يتحدث بسرعة. أين توقف؟ نعم، التل، وهذا هو فكري هناك، منطقة التنزه والمتاهة والأشجار والزهور والعشب. هذا أخضر وهذا أخضر. وهذا أخضر أيضا. ما هذا؟ هذا لأجل أول دروسك، أزرع. الأصيص، البذور جاهزة، التربة. نعم، من أين أتت هذه الكومة؟ كمون، أخبرني، هل أنت بخير؟ الحديقة ممتعة. إذن كيف كان الدرس الأول؟ كان سريعاً. رائع جداً. لا تقلقا، بالتأكيد سوف يكون درس بينون أسهل. مرحبا بالجميع، اليوم سوف أعلمكم فن الزراعة. هذه شتلات النبات، وهي تنمو كي تخرج من التربة نحو الشمس. وهذه هي الجذور، وهي تنمو في ثقوب داخل التربة. هيا يا بينون، ستنجح. الآن اسمعوني، إليكم ما علينا فعله كي نزرع نباتا ما: غرس، ماء، سماد، تشذيب، حف، قطف، تنظيف. أوبس. لماذا لا تحاول فعل كل شيء على حدة يا بينون؟ أنا آسف، أين كنت؟ نعم، الغرس. لا، لا تفعل يا بينون. أوبس، لا، آسف يا كمون. هذا زرعته من قبل. يا إلهي. أعتقد أنه حان وقت الدرس التالي. نعم، يمكن للطقس أن يفعل كل الأشياء الجميلة مثل قوس قزح. أرهم ألوان قوس قزح يا أرشي. أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. يظهر قوس قزح حين يجتمع المطر والشمس و... ورقة الشجر تذكرني حين اقتربت طائرة ورقية مني وعلقت بأغصاني. فكري، كنت تحدثنا عن قوس قزح. نعم، الآن أين توقفت؟ يا إلهي،
كان الروعة! أنا أغير لوني، لكني لا أستطيع هذا. كنت أحظى بإخفاءات جميلة! في منتصف درسي؟ أعتذر يا فكري! إذن كيف يتكون قوس قزح يا فكري؟ يسطع ضوء الشمس عبر المطر فيصنع ألوان جميلة. شكراً فكري، حان وقت درس المعلمة بلبلة، فلينتبه الجميع. بناء العش شيء صعب، لكنني معلمة بارعة. اثنوا هذا الغصن هكذا وهذا بهذه الطريقة، ومرروه من فوق ثم من أسفل ثم من فوق ثم من المنتصف، ونكون قد انتهينا. أيمكنك أن تكرري هذا يا بلبلة؟ أحتاج إلى مزيد من العون. قلدوني وحسب، إنه سهل. انظروا. ترى، الآن هذا عش. لأرى ما صنعتم. ماذا؟ النجدة! يا إلهي، لكن أنا لا أستطيع أن أفهم. أنا معلمة بارعة. لم يكن هذا ما توقعته تماماً. هيا أعدكم أن الدرس القادم سيكون أفضل. مرحبا بكم، سوف أعلمكم صنع الخبز. رائع، لم أكن أعرف أنك تجيدين هذا. حسنا، أنا لم أصنع خبزا من قبل، لكنه يبدو سهلا. أولا نحتاج إلى الكثير من الطحين. أنا أحب الطحينة. كلا، ليست طحينة يا لين، طحين مصنوع من قمح مزروع في الحقول ثم نطحنه. أرأيتي؟ مدهش. يا كمون، هذا يسمى العجين. إنه أمر ممتع، لكنه يستغرق وقتا طويلا، لذا أعددت هذه من قبل. تاتا! يا إلهي، لا أظن أن هذا يجب أن يحدث. أوه، أعتذر لكم. لحظة، أين لين؟ يا إلهي، أردت أن أجعل أول يوم لها متميز، لكننا لم نعلمها أي شيء. كمون ليس هنا. انظروا، أثار أقدام. أهلاً إلى دروس لين الصغيرة. سأريكم يا أصدقائي ماذا يحدث إن لم نتقن ما نفعله. رائع. نعم، إنها ماهرة. افعل كل شيء على حدة وإلا سترتبك. هذا أنا. لا تتحدث بسرعة القيادة، فهذا مربك. معذرة. حاولوا التركيز، تحدث في موضوع واحد فقط، وكن صبوراً، فالتعليم يستغرق وقتاً. وحين تعلم التلاميذ كيف يقومون بشيء، يجب أن تتمرن عليه أولاً. أحسنت يا لين، أنت معلمة أفضل منا. شكراً يا روزي، هذا لأنني تعلمت الكثير من أول يوم لي في المدرسة. وأنا أيضاً. مدرسة ممتعة. حسناً، اتبعت إرشاداتي لين، تكلمت ببطء، فعلت كل شيء على حدة، ركزت وكنت صبورة، و التدريب يصنع الإتقان. أجل لذيذ. من يعتني بكمون؟ هيا يا
رومبا. هل أقود أنا اليوم يا روزي؟ ربما المرة المقبلة، لننطلق الآن. أوه هذا ظلم، أنت دائما تقودين. 103، 104، 105. واو، هل تصنع دراجة؟ لما علينا أن نصمت؟ ولما كنت تعد يا بينون؟ إنني الآن ألعب الغميضة مع كمون. غميضة. أوه، إذن ألا يجب أن تذهب للبحث عنه؟ لا، بل نعم، أنا أحاول إبعاده عني كي أقدم له هذه الدراجة مفاجأة. انظرا. ما زلت أعد يا كمون. روزي روزي. والآن كيف سأركبها؟ سنأخذه ليلعب معنا. هل ستفعلان حقا؟ بالطبع، لن تكون هناك مشكلة، صح يا رومبا؟ لا، لن تكون هناك مشكلة. شكراً. أقابلكما عند فكري عندما أنتهي. ها نحن، يمكنك اللعب كما تشاء. أنا أسيطر على الوضع جيداً. ألوان. وصل. أصر على اللعب في الخارج. روزي، رومبا، ماذا يحدث؟ بينون يعد لكمون مفاجأة. أحضرنا كمون إلى البيت كي لا يكتشف الأمر، لكن لن يبقى عندنا بيت إذا استمر هذا الوضع. يبدو أني وصلت في الوقت المناسب. أنا خبيرة في رعاية الدببة الصغيرة. حقا يا لين. بالطبع، اسأل بوني. إذن ماذا سنفعل يا لين؟ أفضل شيء عند كل الدببة الصغيرة هو التأرجح برفق هكذا. أزوحة. اتبعني يا كمون. كمون، توقف عن هذا، بوني لا يحب الدوران، أرجحه فقط. أزوحة. بوني. بوني، هل أنت بخير؟ أزوحة. ربما التأرجح ليس فكرة مناسبة. لا بأس يا رومبا، سأوقفه الآن. أو حسناً، سأساعد بينون علّه ينتهي بسرعة. فكر جيداً، إذا كانت هذه هنا فأين مكان تلك؟ أهلا بينون، كيف حال التركيب؟ ليس سيئا، شكرا يا رومبا. ألا يجب أن تكون العجلات في الأسفل وليس في الأعلى؟ بالفعل، التعليمات ليست صحيحة. ربما هي مقلوبة فقط. شكرا يا رومبا. هل كمون بخير؟ عادة يمل بسرعة. إنه لا يشعر بالملل. لنرى هذا. كمون، إلى أين تذهب؟ بينون. لا. ما كل هذه الضجة؟ بينون يحضر مفاجأة لكمون، وعلينا إلهاء الصغير كي لا يفسد المفاجأة. كل الصغار يحبونني. انظري إلى حبات بلوط تتبعني في كل مكان. نقل نقل نقل.
كمون ليس كالحبات، افهمي يا بلبلة. ما رأيك في كرة القدم يا كمون؟ أنا عندي فكرة أفضل بكثير. تعال معي يا كمون. كما تريدين يا بلبلة، ناديني حين تتعبين. ها نحن المتاع. إليك ما سنقوم به. أو لا كمون، لا 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 تقلق يا كمون، بلبلة ستطير فوق المتاح وتعثر عليك، لا تتحرك. كمون أين أنت؟ كمون يا كمون. واو يا كمون، إلى أين تذهب؟ بينون أوقف هذا الدب. أنت دب مشاغب. أخبرتك، أعرف ما يحبه الأولاد. تعال معي يا كمون. ممنوع عليك إمساك الكرة، عليك ركلها. يركل يسجل. لا لم يفعل، إنه لا يلتزم بقواعد اللعبة. أوه مسكين، الاعتناء بكمون ليس سهلا، صح يا كرز؟ لماذا تأخر بينون هكذا يا ترى؟ من يدري؟ هيا دم 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 دم. أنهينا العمل. شكرا يا رومبا. أنا متشوق لإعطائها لكمون. سأخبر الجميع أنه وقت المفاجأة. روزي، كمون، يبدو أن كمون أنهك الجميع. روزي، بينون ينتظرنا عند فكري، يجب أن نأخذ كمون ليرى مفاجأتها. أوه لابد أنني غفوت، عفوا يا رومبا. لا يمكنني الصعود إلى التلة، أنا متعبة. وأنا ماذا؟ أين أنا؟ كيف سنصعد إلى التلة ونحن متعبون هكذا؟ دعوا الأمر لي. كرز، أعطني بعض الخوذات. ماذا تفعل يا رومبا؟ تاكسي رومبا السريع سيعود إليكم حالا. تمسكي يا لين. بينون. استعدي يا كمون. هيا تفضل يا كمون، دراجاتك الأولى. دراجة. أتعرفون، أنا لم أركب دراجة يوما، ولو أمكنني لاخترت أن تكون كهذه. سباق. هيا يا روزي. ماذا تنتظرين؟ روزي، ما بك يا رومبا؟ ألم أعدك أن تقود؟ بلى، لكن ظننت أنك تمزحين. حين وعدتك لم أكن أمزح يا رومبا، ولا تنسى أنت أحضرتنا إلى التلة. بذلت مجهودا كبيرا، أحسنت يا رومبا. سباق. هيا استعدوا، انطلاق. أتعرفين يا روزي، ربما علي أن أقود أكثر. ها إلى الوراء يا روزي الآن. إن تركتك تقود يا رومبا فهذا لا يعني أن تصرخ في وجهي. عفوا كمون، انظر أين تسير. أسطورة الباندا الأحمر. ما
الحكاية التي تريدها يا رومبا؟ حكاية القطارات؟ لا شكرا يا روزي. النمور؟ القمر؟ سمعتها كلها مئات المرات، أريد حكاية جديدة. حسنا دعني أفكر. في قديم الزمان كان هناك باندا صغير أحمر. كان هناك باندا صغير أحمر وكان يريد أن يكون شجاعاً كالأسد، فمشى مسافة طويلة جداً جداً عبر صحراء جافة وحارة، ثم وجد قارباً صغيراً فراح يعبر المحيط الواسع الكبير. روزي! روزي! ماذا تريد يا رومبا؟ ماذا حدث للباندا الأحمر؟ لم أستطع النوم، إنها أفضل حكاية على الإطلاق. آه حسناً، نعم، وصل الباندا إلى جبل مرتفع مغطى بالثلوج، وراح يتسلق إلى أعلى، ولكن فجأة انزلق الباندا على الثلج وراح يتدحرج، لكنه لم يصب. وهنا أتت نحوه بومة زرقاء حكيمة وقالت: اتبعني وأنا سأدلك لمكان تجد فيه فضيلة الشجاعة. ثم طارت بسرعة فلم يستطع الباندا أن يتبعها. وبعدها ماذا حدث؟ وعدت لين أن أساعدها، سأكمل مساء. أنا لا أستطيع الانتظار. مؤسف ألا يكون عندك مزلاج يا بينون، كنا تزلجنا معا. نعم مؤسف. أهلا كرز، أهلا بينون، لو تسمعان الحكاية التي ألفتها روزي. حسنا، ما موضوعها؟ الباندا الأحمر. جاهزان؟ في قديم الزمان وجد باندا أحمر أراد أن يصبح شجاعاً كالأسد. بعدها من هو ذلك الباندا؟ ليس حقيقياً، حكاية مؤلفة. أنا أحب الحكايات، أكمل يا رومبا. شكراً للمساعدة، عندي أدوات كثيرة علي ترتيبها. لنرتب الأشياء حسب الألوان. روزي! هذه بلبلة، ماذا تريد؟ مرحبا يا بلبلة. وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد أن لحق الباندا الأحمر بالبومة الحكيمة الزرقاء؟ عما تتحدثين يا بلبلة؟ إنها حكاية رومبا قبل النوم. أنا أحب الباندا كثيرا والبوم، أخبريني إياها. وأنا! حسنا، صنعت لك مزلاجا يا بينون كي نتزلج معا. شكرا. لو أنني أعرف كيف تنتهي حكاية روزي. وأنا أيضا، أخبرني رومبا عن البومة الزرقاء الحكيمة وحبات البلوط تريد سماع الحكاية أيضا. علي أن أنتظر إلى المساء لأعرف النهاية. ربما لو ذهبنا وسألنا روزي قد تخبرنا الآن. نعم فكرة رائعة، لما لا تتزلج يا بينون؟ أظنني سأجرب فيما بعد. أرجوك. هيا يا روزي. أنا منشغلة بمساعدة لين، أريد أن أعرف نهاية الحكاية. هيا يا روزي، ماذا حدث عندما لحق الباندا الأحمر بالبومة الزرقاء؟ حسناً سأخبركم. سأخبركم فيما بعد. متى؟ في آخر النهار في الساحة. رائع، شكراً يا روزي. أنت محظوظة يا روزي، فأنت تعرفين نهاية القصة. الحكاية المتميزة يلزمها مسرح متميز. والآن هل نذهب للتزلج معا؟
حسناً يا كرز. سوف تسرع كما لم تسرع من قبل، أليس هذا رائعاً؟ انهدار التلة شديد، من الأفضل لو كان المكان منبسطاً. سأكون معك طوال الوقت يا بينون. 3، 2، 1، انطلاق! انهيت الجزء الأصعب بنجاح. بينون، هل أنت بخير؟ نعم، أظن ذلك. سأصلح هذا وستعود سريعاً إلى التزلج. أنا أصلح للمشي لا للتزلج. آسف يا كرز، أنا لست بارعاً في هذه الأمور. روزي، بحثت عنك في كل مكان، ماذا حدث؟ لا أعرف كيف أنهي الحكاية، فكرت فيها طويلاً. سيخيب أمل الجميع بسبب هذا. رائع! الساحة تبدو مدهشة، نحن متشوقون. لا تقلقي، سيأتي الباندا الأحمر ويخبرنا عما حدث، سترين. ولكن يا لين، الباندا الأحمر غير حقيقي. بينون، اصعد على المسرح لأجرب الإضاءة. أنا على المسرح؟ لا عليك يا بينون، أنا سأصعد. بسرعة، تعال معي. لين، ماذا يجري؟ علينا أن نساعد روزي، وليس أمامنا وقت. والآن النهاية المنتظرة لأسطورة الباندا الأحمر مع الراوية البارعة روزي. إذن الباندا الأحمر حاول أن يجد البومة الزرقاء الحكيمة ثم هناك تغيير في الخطة. حان الآن دورنا لنخبركم عن أسطورة الباندا الأحمر. إنه الباندا الأحمر. لقد سافرت عبر المحيط وتسلقت الجبل. نعم، وعلي أن أجد البومة الزرقاء الحكيمة، وحدها تجعلني شجاعاً. أحضري أجمل ريشة زرقاء عندك، أريد أن أستعيرها على الفور. أين يمكن أن تكون البومة الزرقاء الحكيمة؟ أنا هنا، البومة الزرقاء الحكيمة. تويتو. لست بحاجة إلى إعطائك فضيلة الشجاعة، لأنك فعلاً شجاع جداً. لقد عبرت المحيط وتسلقت الجبل وصعدت على هذا المسرح أمام كل أصدقائك. أنت أشجع دب على الإطلاق. الباندا الأحمر. نعم، الباندا الأحمر. شكراً لك يا روزي الحكيمة، أعني البومة الزرقاء الحكيمة. يعيش الباندا الأحمر والبومة الزرقاء الحكيمة. روزي، هل تؤلفين قصة لتصبح حقيقية كحكاية الباندا الأحمر؟ في قديم الزمان كان هناك أرنب أزرق خلد إلى أرجوحته واستغرق في النوم. لا أشعر بالنعاس، أريد سماع الحكاية. إنه دورك لتروي الحكاية الليلة. لقد صحت حكايتي. المهمة الأخيرة.
سوف أمسك بكم أيها الفضائيون. لن تستطيع، صاروخنا ينطلق أسرع بكثير من سفينتك الفضائية هذه. سوف نرى إن كان هذا صحيحاً. القائد فرس النهر، شكل المدافع البروتونية. لن تمسك بنا أيها القائد فرس النهر. هذه مفاجأة جميلة، لا أراكما عادة إلا في الليل. لدينا مهام كثيرة نقوم بها. يوم ميلاد التوأمين سيحل غدا. ما الهدايا التي ستقدمانها؟ هذا سؤال جيد يا بلبلة. هل لديكم اقتراحات؟ يمكنكما صنع هدية لهما أو تعثر على شيء. هكذا حصلت على كل كنوزي، وهذا أحد كنوزي. وهذا هل لي بهذا الشريط من فضلك؟ أجل، تفضلي. شكراً يا بلبلة، سوف يكون مناسباً للف الهدايا. علينا شراء الهدايا أولاً يا عزيزتي. مرحباً يا مرحباً يا روزي، يا رومبا، يا كرز. لا تنسى القائد فرس النهر. والقائد فرس النهر. إنهم متأخرون عنا كثيراً يا روزي. أقصى قوة للمدافع أيها القائد. نجحت في إمساك الكائنين الفضائيين رومبا وروزي. أحسنت أيها القائد. كرز، فلتناديني القائد كرز من فضلك. معذرة أيها القائد كرز، أين القائد فرس النهر؟ هل تكفيكما لفة واحدة للهدايا؟ نحن لا نعرف، لم نشتري الهدايا بعد، لا وقت لدينا للأحاديث. أنا أجيد العثور على الأشياء. وأنا أيضاً. هل تتذكر أين رأيت القائد فرس النهر آخر مرة؟ كلا، فقد كنت منشغلاً بقيادة حوامتي. لابد أنه سقط أثناء المطاردة الفضائية. حسناً، عليكم أن تبحثوا عنه فحسب. لكن أين؟ بحثنا في كل مكان. لو عدنا من نفس الطريق فسوف نجده. يا إلهي، للأسف أنا لم أرى القائد فرس النهر منذ أن رأيته معكم. شكراً على أي حال يا بينون. هل فتشت منطقة التنزه؟ لم أجده هناك. لم أجده في ساحة اللعب ولا في المتاهة. آسف يا كرز. لكن اطمئن، فلا أحد أفضل مني في العثور على الأشياء. لا 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 لا. صباح جميل. يبدو أنه ليس جميلاً. مرحباً يا لين، القائد فرس النهر ضاع من كرز. يا إلهي، القائد فرس النهر، إنه دميتك المفضلة، إنه لديك منذ فترة طويلة. لا داعي لكل هذا، ما هو إلا دمية. لابد أن نجد القائد فرس النهر. لنبحث في ساحة الاحتفالات. مرحباً يا كرز. هل وجدتموه يا رفاق؟ لا، ليس بعد، لكننا سنجده. ما الذي تمسك به؟ لا شيء، إنها مجرد صور قديمة. إنها صورك مع القائد فرس النهر. اطمئني يا كرز، بالتأكيد سوف نجده قريباً. وأعتقد أنني أعرف الطريقة. جميلة. لكن ماذا سنفعل بها؟ في العادة يعلق الناس صوراً للمفقودات. فهمت الأمر. إذن حين يرون الصور سيعرفون أنك تبحث عن فرس النهر. هذا رائع، هيا بنا لنعلقها.
هذا جيد. كيف حال صورتي يا فكري؟ حسناً، إنها تسبب لي حكة. ما أقصده، هل وجد أحد دمية فرس النهر؟ في الواقع لا، لم يرى أي شخص دمية فرس النهر. ربما لأنه ليس جديداً ونظيفاً كما يبدو في الصورة. ليتني اعتنيت به أكثر من هذا. لا تقلق يا كرز، أنا واثق أنك سوف تجده. كرز، يمكنك استعارة دبي المحشو الليلة. لكنه ليس... أشكرك يا لين. من القائد كرز للقائد فرس النهر. ترى هل تسمعني؟ أين أنت الآن؟ وجدتم القائد فرس النهر؟ كلا. لماذا كل هذه الجوارب؟ لو لم نجد القائد فرس النهر لابد أن نصنع لكرز دمية جديدة. أوه، مرحبا يا بلبلة. لا أخبار عن فرس النهر؟ أنا أفضل من يجد الأشياء، وبحثت في كل مكان، وجناحاني متعبان للغاية. أستطيع المساعدة. إن كنت مصراً ربما تنعشني كعكة الجزر. أولاً دعينا نبحث مرة أخرى. كرز، لدينا مفاجأة من أجلك. صباح الخير يا كرز، أنا الكائن الفضائي أسترو. رائع، صنعت الذراعين. وأنا صنعت الساقين. أعرف أنه ليس القائد فرس النهر، لكن ربما حان الوقت للتغيير. أشكركم. وجدته، أعرف أنه هو، لقد رأيته. القائد فرس النهر. نعم، أجل أجل أجل. بلبلة، هل أنت متأكدة؟ إنه فرس نهر بخوذة رائد فضاء. هذا هو، لكن أين؟ اتبعوني. لقد أعجبهما كثيرا. أوه بلبلة، كنت محقة، لقد عثرنا على الهدية المناسبة. القائد فرس النهر. معذرة، ولكن هذا يوم ميلاد سعيد أيها الصغيران. أشكرك يا كرز، لكنه القائد فرس النهر الذي تحبه. لم أعد في حاجة إليه، ربما حان الوقت ليحظى به الصغيران. ما الأمر الآن؟ هل يعجبكما أستر الفضائي؟ رائع، أليس كذلك؟ صنعت الذراعين، أنا الكائن الفضائي أسترو. انظر يا كرز، إنهما يحبانه أكثر من القائد فرس النهر. يا إلهي، ليتنا نجد لهما واحدا مثل هذا. حسنا، ربما يمكنكم أن تستبدلوا أسترو الفضائي بالقائد فرس النهر. هل أنت جادة؟ هذا إن لم يمانع كرز. كلا، لا مانع لدي على الإطلاق. انتبهوا يا كل الفضائيين، القائد فرس النهر سوف يقبض عليكم. رامبا، لماذا لم تنم على الأرجوحة؟ ظننت أنه حان وقت التغيير. فهمت الأمر، وأين سوف أنام الآن إذن؟ ستنامين على الأرجوحة. هذا رائع يا رومبا، إنها مريحة للغاية كما أنها ممتعة. طرق لي. ربما سوف أستردها مجدداً الآن. أجل، بالفعل أرجوحتي هي الأفضل على الإطلاق. أنت محق يا رومبا، لا يمكنك أن تتأرجح في السرير. واو. لعبة الفراولة. روزي،
رومبا. أفزعتني. أوبس، آسف. لنلعب لعبة يا روزي. أي لعبة؟ وجدتها، غميضة الفراولة. غميضة ماذا؟ كيف نلعبها؟ بسيطة، سأختبئ ومعي الفراولة وعليك إيجادي قبل أن أكلها. ألا نلعب لعبة أخرى؟ لا، ستحبينها. عدي كل شيء في المطبخ وأنا سأختبئ، وتذكري عليك إيجادي قبل أن أكلها. أعد كل شيء. موزة واحدة، تفاحة تفاحتان، كوب كوبان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة أحذية. أوه، ما هذا؟ واو، كم أنت سريع يا كرز. لكن ليس كثيرا، أنا أريد رقما قياسيا. أتحبين مساعدتي؟ طبعا، أنا قادمة. ليس مغبأ مناسبا. عرفت، البستان. جاهزة يا روزي؟ جاهزة جدا. واحد اثنان ثلاثة، هيا. هيا يا روزي. هل كنت سريعة؟ سريعة، لكن ليس بما يكفي. ما رأيك أن نجرب معا ونضاعف سرعتنا؟ ربما خلف هذه. لا، هذه. لا، جميعها رفيعة. أين أختبئ؟ سباق، سأشاهده. واحد اثنان ثلاثة، انطلاق. إلى أين؟ ماذا يجري؟ لقد نجحتم، سجلتم رقما قياسيا جديدا. بلبلة، هل أعجبتك الجولة؟ أظنني أحتاج إلى التمدد الآن. أين اختفت؟ أين اختفت؟ ماذا فقدت يا بينون؟ تفاحتي المحلاة، دهنتها بالعسل والكراميل، لقد اختفت. لا تقلق، سأبحث عنها معك. نعم، سأفرد ريشي هنا وأنام قليلا. توقفي، هذا يدغدغ. من قال هذا؟ كفى. ماذا تفعل هنا؟ أختبئ. حقا، وجدتك بسهولة. هذا صحيح، علي أن أجد مكانا آخر. متأكد من أنك لم تأكل تفاحتك؟ أنا متأكد. ولا يبدو أنها وقعت منك أيضا. كانت شهية وحلوة للغاية. بينون، أظنها قريبة جدا منك، بل ملتصقة بك. شكرا روزي، أتريدين قدمة؟ لا شكرا. ما رأيك لو حملتك على ظهري وتنزهنا؟
أحب هذا. أها المتاهة، لن تجدني روزي هنا، سيكون صعبا. هذا مسل يا بينون. لا عفوا لين، هل هذه لك؟ نعم جمعتها لأصنع نجمة. هل تريدين أن أساعدك؟ نعم رجاء يا روزي. لن تجدني روزي هنا بسهولة، إذن سأستريح الآن. أهلا، أخبرني ما اسمك. أظن أنني سأسميك دودو. أنا ألعب الغميضة وأنت وجدتني، ولهذا تستطيع أن تأخذ فراولة. شكرا يا روزي، إنها تبدو رائعة. هل ستعجب رومبا أيضا؟ ستعجبه بالطبع. لا رومبا، نسيته تماما. لابد من أنه مختبئ يأكل الفراولة، وينتظر أن أجده. رومبا أنا آتية. مسكين. تك 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 يا أم سليمان، تك 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 دودو أين كان؟ تك 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 كان مختبئا يأكل الفراولة في البستان. أنا أقصد في المتاهة، هل أنت جائع؟ واحدة لك وواحدة لي. لا تأكل هذه يا دودو، سأتركها لروزي، إنها صديقتي المفضلة، وطبعا ستعرف مكاني. وقتها سأكون أنا الرابح. رومبا، أوراق الفراولة، هذا يعني أن رومبا في الجوار. آسفة لأنني نسيتك يا رومبا، سأعد لك مفاجأة لأعتذر لك. والآن يا رفاقي أحتاج إلى مساعدتكم، سنقدم لرومبا أفضل لعبة غميضة بالفراولة. انهض. ها بلبلة؟ لكنك لست روزي. روزي يجب أن تعرف مكاني. وجدتك حين كنت نائما، الآن دورك في البحث عنها. فعلا الآن. هيا بنا يا بلبلة لنذهب. واو، إلى أين تشير هذه؟ اركب يا رومبا. إلى أين سنذهب؟ سوف ترى. نحن وصلنا. ماذا نفعل هنا يا كرز؟ كرز؟ ترى كيف سأجد روزي الآن؟ ما هذا؟ ها وجدتك. وجدتنا. أحسنت يا رومبا. آسفة لأنني لم أجدك بسرعة يا رومبا، أنا انشغلت في مساعدة الآخرين ونسيت أننا نلعب غميضة الفراولة. هيا قدمي له جائزته. تاتا. أكلت كثيرا من الفراولة اليوم يا روزي، لذلك تفضلوا جائزتي. ليتني أهديتك التوتة بدل الفراولة ولم أدعك تنتظر. روزي روزي، انتظرت وقتا طويلا طويلا جدا. أتصور أنك شغلت وقتك في اختراع لعبة جديدة، صحيح؟ نعم، غميضة النوم. كانت مسلية يا روزي. أنلعب غدا لعبة أخرى؟